يقول أحيانا يتصرف الوالدان مع الأبناء بشدة أو بأشياء يغضب الأبناء، والوالدان يعلمان بأن هذه الأشياء تغضبهم، ولكن وأحد الأبناء ينصح الوالدان لكنهم لا يستمعون، هل عليه شيء إن غضبوا؟ لا تغضب على والديك ولو أساء إليك، عليك بالصبر والبر بهما والإحسان إليهما ولو أساء إليك، لا تغضب عليهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه وصية الله في الوالدين. نعم.